هنا في ساحة باب الجابية تراهم يفترشون الأرصفة ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، ينتظرون هبة السماء علها تحمل لهم بشائر رزقة صغيرة يعودون بها إلى منازلهم آخر النهار مكللين برغيف خبز. يعني يجي الشغل مرة واحدة دفعة واحدة، وأحيانا يعني بأسبوع نشتغل نهار أو نهارين. نقابة هون ما في نقابة يعني، بس أحيانا مثل اليوم نروح نطلع على صب الباطون نواجه صعوبة شوي من البلدية يمنعونا، يعني ياخذ هوايانا، كل من يعيش يعني بتعبه وعرق جبينه. والله نشيل أغراض يعني أشلانة بضاعة، وصار لنا شيء 3 شهور وصار له صار شهرين وهكذا. في عيد العمال لا كعكة لهم، أجبرتهم ظروف الحياة القاسية السعي ليل نهار محاطين بمخاطر وصعوبات للعمل. قال لنا نوقف هون بالصاحب يجي يزبون مصار بنروح معه. وقلت لك رزق ربنا، يعني أحيانا مصار نشتغل بألف، أحيانا بألفين، أحيانا بخمسة، أحيانا ما نشتغل بيومين ثلاثة. ما بعطل أنا لا جمعة ولا عيد ولا شيء، لأن أول شغلي عندنا التزامات أجار البيوت وهاي، وثاني شغلي العيد إن شاء الله بينعاد عليك وعلى هالبلد وعلى قاد هالبلد وعلى سوريا. ورأي لك شغلي، نحن هالأزمة هي أثرت علينا، نحن كنا عايشين ومبسوطين، يعني كنا عايشين بأمان واطمئنان، والله يرجع الأمن والأمان لهالبلد. يعني هي الأزمة أثرت علينا يد العاملة، نحن ما لنا متبعين لنقابة أو شيء، يعني التأثير اللي نحن المتأثر فيها إنه إذا واحد انجرح انضرب ما في حد يطلع علينا. شوفت عينك يعني بنقعد بالساعة هون، اشتغلنا أكلنا، ما اشتغلنا ما أكلنا. يعني أهم شيء إنه يرجع الأمن والأمان لهالبلد، ترجع المعيشة مثل أول وأحسن إن شاء الله. يعني إذا ما اشتغلت ما بعيش، إذا ما اشتغلت هاي ما باكل. هي أيد عاملة لا تكترث لأعياد ولا عطل، جل اهتمامهم البحث عن أي فرصة رغم امتلاكهم المهارات والحرف الملائمة، فهل من يكترث لحالهم؟